السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في اكزامبل 6. لا ده في اكزامبل 6 كنا شغالين على حاجة سترنج. المرة دي عايزين نعمل حاجة سترنج برضو، فانا هاخد كوبي من اكزامبل 6 واروح على طول اعمل نيو فايل كوتلين، وهعمل اكزامبل المرة دي على حسب الترقيم بتاعنا 16 و 18 اسف، واعمل بيست ليه الايه لنفس المثال القديم اللي هو كان var first name last name وfull name وبيجمع السترنج. بس المرة دي عايزين نتعامل مع اللونج سترنج. المقصود باللونج سترنج هنا مش الحجم الكبير، لكن لو انا عندي كتابات كتيره على اكتر من ايه من سطر مالت لاين، هتلاقي ان انا عملت دبل ثلاثه دبل كوتيشن دبل كوتيشن دبل كوتيشن دبل كوتيشن، وبعد كده قفلت بثلاثه دبل كوتيشن ودوست انتر، واعتبر ان انا بكتب نصوص مكتوبه عندي على سطر 2 3 4 5 6 7 اسطر. خلاص يعني عندي مجموعه من السطور كتير، كل واحده مكتوبه في سطر لوحديها، وانا عايز بقى بدل ما اعمل دبل اعمل يعني اقفل ومعامل بقى ايه كونكات واقفل واعمل كونكات واقفل واعمل كونكات واقفل، لا 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 ابدا الاسطر بثلاثه دبل كوتيشن وانهي في الاخر بثلاثه دبل كوتيشن وسيمي كولون او من غير سيمي كولون عشان هي اوبشنال. يبقى كده ايه هيجمع السطور دي كلها مع بعضها إيه، وكده بقى عندي المالت بقدر اتعامل مع المالت لاين، وبعد كده اعمل برنت لاين زي ما احنا شايفين هقول له لونج سترنج بيساوي، وهطبع الايه اللونج سترنج فاريبل ده، وممكن نرن كده ونشوف النتيجه اللي هتطلع. هتلاقي النتيجه اللي طلعت معانا هيطبع لك كده على الشمال اللونج سترنج بيساوي ويلكم تو وكوتلين بروجرامنج لانجويج اللي هي موجوده على سطر تاني زي ما انت قلتها بالظبط، يعني زي ما هي بري ديفايند، يعني زي ما انت معرفها او زي ما انت عاملها كده او منسقها. الحته بقى اللي كنت مسحتها من شويه وانتم شايفين في الكود اللي هي بتاع التريم اندنت اللي هي مسح العلامات والمسافات، واخدين بالكم لما يكون في سبيسنج في الاول في اول الاسطر او في اخر الاسطر هو بيعمل ايه؟ هو بيشيل بس الايه؟ السبيسنج ديت اللي هي ممكن تكون زايده او شيء. يعني لو احنا كده جربنا في المثال كده رجعنا تاني قبل ويلكم كده وانت واخد 3 4 5 6 مسافات كده، وقبل كلمه كوتلين بروجرامنج لانجويج خدت 5 6 مسافات كده، واعمل رن تاني عشان نشوف النتيجه بتاعتنا. هتلاحظوا لما نرجع نشوف هتلاقي ان تقريبا برضو هي ويلكم زي ما مكانها وكوتلين هي مكانها، لان هو شال الايه شال السبيسنج عمل تريم للسبيسنج اللي موجوده على المسافات. طب لو انا عملت انتر 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 هل هيشيل السبيسنج؟ هنا الانتر دي الاسطر انت ضفتها دي هيعتبرها اسطر زي ما هي، هيعتبرها اسطر زي ما هي، هو مش هي ايه مش هيحس بالاسطر، هيفضل ايه محافظ عليها زي ما هي. فلو جينا جربنا طبعا انا نزلت برنت لاين بتاعت الفول نيم تحت عشان اوريك الانترات يعني بس مش اكتر. فهتلاحظوا ان هو الانتر هي ما فيهاش سبيسنج خالص، لكن هو زي ما شاف الايه الانتر فهو هيفضل عليها. اما السبيسنج لو انت عملت سبيسنج في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاسطر الفاضيه هو هيشيل السبيسنج اللي موجوده في الاسطر الفاضيه زي ما احنا شايفين اهو. جايبين في النتيجه شال السبيسنج في الاسطر الفاضيه، لكن مش هيشيل الاسطر الايه مش هيشيل الاسطر ايه الفاضيه دي اللي هي تريم ايه اندنت.